أيها الإخوة الكرام، مع دروس تربية الأولاد في الإسلام ولا زلنا في التربية الاجتماعية. أيها الإخوة، ألا تحبون أن تروا أدب القرآن الكريم؟ سيدنا يوسف حينما قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني منا، أين كان؟ كان في الجب وكان في السجن. أيهما أكثر خطراً؟ الجب. الجب احتمال موته كبير جداً، أما السجن الحياة مضمونة، أما فقد حريته فقط. قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. طيب لما لم يقل من الجب؟ لأنه إذا قال من الجب ذكر إخوته بعملهم السيء، أراد أن يتجاوز عن أعمالهم. قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ما قال: من بعد أن تآمروا على قتلي. قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يعني جعلهم بريئين، أما الذي أوقع بينه وبينهم الشيطان. والحقيقة ليس كذلك، بس تعلموا أدب الحوار. يعني كلما الإنسان ارتقى تلاقي كلامه مهذب جداً. مرة أحد علماء مصر الكبار، توفي رحمه الله، سافر إلى بريطانيا لإجراء عملية في عينيه، فجاءت رسائل بعشرات الألوف، فشيء يلفت النظر. الإذاعة لندن أجرت معه حوار أنا سمعته. سئل عن هذه المكانة التي حباه الله بها، فسكت، اعتذر، ضيع السؤال. فلما ألح المذيع عليه، شو بتحكي؟ قال: لأنني محسوب على الله. عبارة مهذبة جدا. أخي أنا عالم، لا غليظة هي. وأنا طالب علم، مهذبة، طالب علم. الإنسان كلما تواضع رفعه الله، وكلما تكبر وضعه الله عز وجل. فسيدنا يوسف كان في أعلى درجات اللطف مع إخوته، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يعني إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، يعني قلما تجد إنسان يلعن والديه، أما حينما تسيء إلى الناس تسبب لعن والديك. لذلك من أدق الأحاديث الأخلاقية: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني سلمت سمعة المسلمين من لسانه ويده. أخواننا الكرام، هناك أحاديث تقسم الظهر: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. يعني أخ زار أخته بالعيد، الأخت تحب زوجها وراضية عنه ومن أسعد الزوجات بزوجها، البيت صغير، ما هذا البيت؟ لما تقول هذا؟ هي راضية، لما تصير حفيظتها؟ تألمت، انتبهت، البيت صغير جداً، أخواتها في بيوت أكبر بكثير، فلما دخل زوجها إلى البيت كانت عابسة، فسألها عن عبوسها، سكتت، فغضب، وقعت مشكلة كبيرة، قد تنتهي بالطلاق أحياناً. هذا الذي تكلم بهذه الكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. يعني بالجلسات، السهرات،
يشرح الناس في هذه السهرة، فلانة ليست جميلة مثلاً، توصف بأردأ أوصافها. فالسيدة عائشة قالت عن أختها صفية إنها قصيرة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته، ما قولكم؟ لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. أخواننا الكرام، يكون بالبيت في عدة فتيات، فتاة لها شكل معين وفتاة لها شكل أقل من شكل أختها. الحديث المستمر عن فلانة بارعة الجمال وفلانة ليست جميلة إطلاقاً، هذا الحديث إذا زاد عن حده في البيت يصير مقياس الفتاة بس الجمال فقط، فالتي هي أقل من أختها تصاب بعقدة نفسية. أما الأب الصالح والأم الصالحة ما في حديث إلا على الكمال والأخلاق والدين والصلة بالله والموقف الحكيم، يعني الحديث الذي يلقى في البيت حديث أساسه مكارم الأخلاق. يعني أنا أروي لكم نص عن أحد التابعين اسمه الأحنف ابن قيس، كان قصير القامة أسمر اللون مائل الذقن أحنف الرجل ناتئ الوجنتين غائر العينين، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه، إذا غضب غضب لغضبته مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب، وكان إذا علم أن الماء يفسد مرؤته ما شربه، كان إذا غضب غضب لغضبته مئة ألف سيف. يعني في البيت الحديث عن البطولة، عن الاجتهاد، عن التحصيل، عن الأدب، عن أداء الصلوات، عن قيام الليل، عن القرآن. إذا الحديث هكذا في بنات بأشكال متنوعة كلهم يلتفون حول أمهم وأبيهم، إذا الحديث عن الجمال فقط واللي أقل جمال من أختها ينشأ عندها عقدة كبيرة جداً. فالأب ينتبه. صدقوا أيها الإخوة، بكل بيت في أولاد، وقد يكون ابن أذكى من ابن، وقد يكون ابن له وجه صبوح أكثر من أخيه. الأب المؤمن والأم المؤمنة لا تميز ولا في النظرات، نظرة بنظرة، قبلة بقبلة، احتضان باحتضان، ما وجد الابن الأقل جمال أي معاملة أقل من أخوه. فنحن أعناه على أن ينتصر على نفسه. أما إذا في تفرقة، الأول يبتسم له في وجهه والثاني في عبوس، مع مرور الأيام تنشأ عقدة نفسية. أنا مصر إلى آخر هذه السلسلة من الدروس أن أخطاء الأولاد وعقد الأولاد وتقصير الأولاد وانحراف الأولاد وأمراض الأولاد من أخطاء الآباء، والأبوة مسؤولية، وبإمكانك أن تكون أباً وأمامك أولاد يتفانون في طاعتك. قال له اشهد يا رسول الله أنني نحلت ابني حديقة، فسأله ألك ابن غيره؟ قال له نعم. هل نحلته ما نحلت هذا؟ قال له لا. قال له أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. العدل والمودة، يجب أن تكون المودة لكل الأولاد بالتساوي، بالتساوي، الابتسامة. أحيانا بتقبل ابن تنسى الثاني، بتحطم الثاني. أحيانا بتحمل ابن تنسى الثاني.
أيام تبتسم بوجه ابن تنسى الثاني. هذا الذي ينتبه لهذه النقاط الدقيقة يكون موفقاً توفيقاً كبيراً. أنا لي كلمة خاصة بالمعلمين، أيام بيكون في اسم يثير الضحك، بعض المعلمين ينادون مثل هؤلاء الطلاب بألقابهم لا بأسمائهم، في أسماء غير جميلة. أحد الصحابة دخل على النبي الكريم قال له ما اسمك؟ قال له زيد الخيل، قال له بل أنت زيد الخير. أعرف معلمين كثيرين يغيرون أسماء طلابهم للعام الدراسي فقط، في كلمات يعني عرباش مثلاً، في بيت سرقنها مثلاً، في كثير بيوت لها أسماء غير مقبولة، فأنت كمعلم غير هذه الأسماء إلى أسماء أخرى، أو اكتفي بالاسم الأول أو بالاسم الثاني. فالنبي من شمائله أنه كان يغير أسماء صحابته. ما اسمك؟ قالت له عاصية، قال بل طائعة، أنت طائعة. أيها الإخوة، حينما تعد كلامك من عملك تنجو، ما دام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً، ينبغي أن تعد كلامك من عملك. كلمة واحدة، أحياناً يقول معلم لطالب أنت غبي ساعة غضب، بس هذه الكلمة سمعها الطفل قد تستمر معه عشر سنوات، قد تضعف معنوياته، قد تنشأ عنده عقدة نفسية. لا، خطأ. عود نفسك الكلام الجيد المنضبط، وكلما ارتقى مستوى الكلام في البيت ارتقى مستوى الأولاد. فإذا حرصت أن يكون رفقاء أولادك من المستوى الراقي المهذب، وإذا ضمنت مدرسة لا يستمع فيها الطفل إلى كلام بذيء، تكون قد حققت نجاحاً كبيراً في تربية أولادك. من تشبه بالكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئاً. يعني في تعليقات لازعة، في حوار مكشوف، في أدب رخيص. هذا الأدب الرخيص والحوار المكشوف والتعبيرات اللاذعة، وفي طرف جنسية. أنا والله لا أصدق أن بيت مؤمن في طرفة جنسية إطلاقاً. هذه الطرف الجنسية ليست للمؤمنين، للمتفلتين، للشاردين عن الله عز وجل. حتى لو سمعت طرفة من هذا النوع ينبغي ألا تضحك، إنك حينما لا تضحك تلقن من ألقى هذه الطرفة درساً لا ينسى. والله مرة كنت بجلسة، يعني جلسة عمل، أحد الحاضرين تكلم بكلمة سيئة جداً، الكل ضحكوا، أنا لم أضحك بل يعني أخذت موقف. فلما انتهى الاجتماع تبعني الذي ألقى الكلمة، قال لي أي خدمة؟ شكراً، بس أنا لقنت درس بهالطريقة. إذا طرفة جنسية وضحكت معنى ذلك قبلتها. فابنك لك بتربيه تربية عالية على الكلام المهذب، على الكلام المؤدب، على الكلام الجاد، على اختيار الكلمة اللطيفة. اقرأ القرآن، أو لامستم النساء، اقرأ القرآن فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً، اقرأ القرآن فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اقرأ السنة يا بنيتي إن هذه الثياب تصف حجم عظامك. ممكن تتكلم كلمات لكن كلها مهذبة ولا تجرح شعور الإنسان. يعني الدرس الثالث في التربية الاجتماعية الكلمات التي
ينطق بها الابن، هي انعكاس لما يقوله الأب، يعني بشكل أو بآخر في أوعية توضع في المركبات للماء، لها فتحة من أعلى ولها صنبور من أسفل، الذي يوضع في أعلاها يؤخذ من الصنبور، صح الكلام؟ هلأ كل ابن كائن له وعاء، ثقافته من أين؟ من كلام أولاد الشوارع، يتكلم كلمات بذيئة جداً في البيت، ثقافته من رفقاء السوء في المدرسة، يسمعونه كلمات بذيئة جداً يتكلم بها بالبيت، إن سمع من أبيه أو أمه كلمات أو طرف جنسية يرويها لأصدقائه، فهذا الإنسان كائن وعاء الذي يأخذه من أعلى يعطيه من صنبوره الأسفل أبداً. فلا تنتظر من ابن تغذيه أنت بالشاشة فقط وبمشاهد ليست ترضي الله عز وجل وبحوار في إشارات جنسية، لا تنتظر من هذا الطفل أن يكون مهذباً أبداً. فالابن غالي، والابن المربى لا يقدر بثمن، فلذلك هذا اللقاء الثالث في التربية الاجتماعية متعلق بالكلام. البيت ما في كذب، ولا في سرقة، ولا في كلام بذيء. أبرز نقاط التربية الاجتماعية للصغار أن تعلمهم الصدق، وأن تعلمهم الأمانة، وأن تعلمهم الكلام المنضبط. كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الرحم، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده، ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. إذاً أيها الإخوة الكرام، يجب أن يكون واضحاً في أذهانكم أن الكلام الذي ينطق به الأب والأم وفي اللقاءات والسهرات والاحتفالات وفي الزيارات وفي النزهات، هذا كلام إذا كان منضبطاً أعطى الأولاد القدوة في الكلام المنضبط، والحمد لله رب العالمين.